تخافوا ما راح يحدث ولا شيء. ما راح يحدث ولا شيء الآن. وأخيرا انتهى. وأخيرا السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. الرقة معكم في فيديو جديد. مشتاق لكم كثير يا احلى متابعين في العالم. اليوم جبت لكم لعبه شباب اسمها راش ران اب. هذه لعبه شباب تشبه لعبه اونلي اب اللي كلكم تعرفوها، لكن بجرافيك احسن وبسلاسه احسن، ولا توجد فيها اخطاء، فيها العديد من الشخصيات تخيرها، وايضا التحكم بهذه اللعبه اسهل بكثير من اونلي اب. تحس نفسك انك مسيطر على اللعبه شباب، ما انك فقد السيطره مثل لعبه اونلي اب. يلا شباب نقول بسم الله وندخل لهذه اللعبه ونضغط شباب كويك بلاي. عندنا شخصيات نختارها يا شباب كما ترون. سوف اختار واحد من هذا بالرجال، يا هذا يا هذا، لكن هذا شباب مبين بانها رياضي اكثر، لذلك شباب سوف اختار هذا الرجل. وهذه اللعبه امامكم يا شباب كما ترون، الجرافيك ما شاء الله، وان يلزمني شباب نصعد الى هذه القمه مثل فكره اونلي اب. اوكي، لكن هنا مكتوبه اراش يعني يرش. يلا شباب نسمو بسم الله ونبدا في اللعبه. انظر الى التسلق في هذه اللعبه شباب، جميل جدا. لنحاول نمشي في هذا المكان. ترون شباب عندك تحكم كثير في هذه اللعبه، استطيع المشي هنا لو كانت اونلي اب لكان سقطت، لكن هذه لا. اوكي، اقفز الى هنا بكل اريحيه شباب. انظروا باركور يعني تتبركر وانت مرتاح جدا. اوكي شباب نصعد هنا، يلزمنا اكيد بان يلزمنا اصعد فوق هذه العماره شباب، وبعدها نرى سبيلنا في الفضاء. اوكي نصعد هنا، يلا بسم الله شباب. اوكي عندنا هنا اسهم، يلا لنتابع الاسهم. عندنا طريق مغلق، يلا شباب بسرعه، متحمس جدا شباب الى الباركور. اوكي هنا يقولون اذهب من هذا الاتجاه، لكن ما زال شباب ما زلنا نستطيع الصعود. ليش اذهب من هذا الاتجاه؟ اوكي اكمل الصعود. اوكي وصلنا هنا. الاجواء جميله جدا في اللعبه شباب، ان شاء الله تبقى الاجواء مثل هذا الشكل، لان اذا تنرفزت شباب راح تنقلب، كل شيء ينقلب، بتشوفوا يعني عالم اخر. انظر شباب التحكم في هذه اللعبه، استطيع الجري حتى ما بين الحيوط وانا متطمئن جدا. اذهب يا ترى؟ كما ترون شباب عندنا الكثير من السبل الى الصعود الى الفوق، ليست سبيل واحد، لكن انا الحظ جابني الى هذا المكان، وان شاء الله يكون مكان سهل. اوكي مباشر شباب بدانا في الشفرات الوراثيه، مكان ضيق جدا لكن نصعد فيه بكل سهوله هكذا. اوكي نصعد هنا. نعم الاجواء تسير يا شباب، فظلين مو فظلن. اوكي يا رب. اوكي شباب رايت سهل جدا، اجري اجري واقفز الى هنا، ايزي مباشره الى هنا. ايزي شباب يا اوكي، هل استطيع القفز الى هذا المكان؟ يا رب. اوه نعم شباب بكل سهوله، اقفز هنا. ديوم هل استطيع الصعود هنا شباب؟ ديم انظروا اين صعدت شباب، روعة هذا المشهد، فقد تكفيني، ما عاد يرفع ضغطي ابدا يا شباب. انظروا روعة هذا المشهد والدوبامين الذي فرز في جسمي لاني صعدت الى هذا المكان. نكمل الطريق، مكان ضيق لكن استطيع الجري. انظر شباب انظروا جرأة الرقة، يجري في هذا المكان ولا يسقط، يعني باركور 100%. يلا بسم الله، الله اكبر. اوكي ايزي ميزي فيزي، ايزي ميزي فيزي، ايزي ايزي، وكل شيء ايزي شباب لحد الان. هل اقفز هنا؟ الله اكبر يا رب. لكن يبقى السؤال الذي حير العلماء، هل استطيع الوصول الى هنا او لا؟ يلا جارية فقط، وبحول الله سوف نصل بسم الله. الله اكبر، اوه وصلت يا شباب. يلا قفزه اخرى لكن سهله. ما زال وقت بكير على الكيبورد، والله قهر يا شباب. انظروا سقطت في هذا المكان، سوف اجرب الصعود شباب من مكان اخر، سوف اجرب الصعود من هذه العماره. يلا بسم الله، استطيع الصعود هنا؟ يا رب. الله اكبر، اوكي صعد. اوكي الله اكبر، اوكي نايس. هل من مصعد هنا؟ الو الطرق كلها تقول لي اذهب من هذا الاتجاه، اصعد هكذا وهكذا. اوكي هذا هو الصعود، الاماكن الذي فيها القماش البرتقالي شباب تعني اماكن صعود. اوكي اصعد هنا، ايضا يوجد قماش اخر برتقالي هنا، يعني الصعود هكذا. اوب لا تقول لي بان يلزم اقفز في هذه الاماكن، لا تقول لي. اوكي اوكي يس ضبطها. اوب يا برو، اوه ذهبت من اصعب طريق شباب، هذا الطريق هذا راح انهي به البي سي، مسيره بي سي راح يتدمر. جريه وقفزه مباشره، رند اب رن سبيد رانر، سبيد رانر نعم كما تعرفون الرقة شباب، سبيد رانر نعم هكذا مباشرة، ايزي ميزي فيزي سبيد رانر. اوله اشنو شباب ماني تبع هذه الاشياء انا، انا ليش صرت معاق هكذا؟ قبل قليل تجاوزت هذا المكان، كيف ما عاد اقدر اتجاوزه؟ خلاص هاي خلاص خلاص ايزي، هدي نفسك يا رقة، هدي نفسك يا رقة، لا ترفع لي ضغطي، ايزي والله انها ايزي اللعبة، فقط ركز. اوكي اوكي الان هذه سبيد رانر، والمشكل فيه بعدين، المشكل فيه بعد. اوب اوكي يعني المشكل في هذه، هذه المشكل هنا شباب. اوكي هنا هذه 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 اوبا اوكي شباب ايزي ميزي. لنكمل الرقة، اكمل في حماسك الرقة اوبا ايزي ميزي فيزي. سبيد رانر مباشرة. اوكي. اوكي عندنا طريق هنا شباب اخر. يا رب.
اوكي حتى الطريق هذا لا بأس، احسن من اني انزل كل واسقط وبعدين هذا من هذا الاتجاه، هذا الاتجاه صحيح؟ اوكي امشي قليلا. اوكي شباب هل هذا صحيح المكان؟ انا لا ادري. هاي شنو؟ فجعتني شيك بوينت. اوكي نايس يا شباب انا اذا مت عودوا لي من هنا، فشي جميل جدا في هذه اللعبه، والله انها تحسب لهذه اللعبه. اين اكمل طريقي الان؟ اوكي ما علينا، كل الطرق تؤدي الى جهنم. اوكي اكمل شباب، الله اكبر. اوكي ايزي ميزي فضلي. اوب يس اوب 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 يا برو يا برو يا برو يا برو. خلاص اكملك ملك ملك ملك، لا تتوقف لا تتوقف لا تتوقف، هنا لازم توقف، هنا لازم توقف. اوبا نايس اوبا يس اوب 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 نايس اوب يا يس. شدي بريديش شدي برو دبرو. اوه هين اذهب من هذا ولا اتجاه ولا من هذا الاتجاه، هذا كله قصب بشكل، لن اذهب بجهه القصب، لكن ايش يضمن لي اني راح اصل لذلك المكان؟ انا اضمن لك الرقم ما دامك سويت شيك بوينت، فانطلق وانت متشرف. نعم يا نايس. وديم والله اني اصبحت محترف شباب. اوب هل استطيع الوصول هنا؟ يا رب. اوكي اشهر الموسيقى لا تفز. اوه صعب هذا المكان، احذر رق احذر احذر احذر، هنا يوجد خدعه هنا. اوكي شباب شيك بويت خلاص. يلا من اين نصعد الان؟ عندنا هنا قصبه، يلا شباب لنكمل طريقنا. هل استطيع العبور في هذا الكبل؟ يلا انظر الرقعه الباركور المحترف. اوكي والان هكذا ايزي ميزي، خلاص اللعبه شباب تعطيك راحه نفسيه خلاص. اوبا ايزي موسيقى مريحه وكذا، اتوقف هنا اذهب هكذا ولا هكذا؟ اوكي شباب هنا السؤال يعني يحير، طريق يمين او يسار؟ هو في السنه يقول لك اليمين، لكن شكله اليسار شباب خالي من العقوبات، لكن سوف اختار السنه وان شاء الله ما تخيب ظنك. كيف ان شاء الله ما تخيب ظنك؟ ما تخيب ظنك اكيد الا اذا انت كنت انت حمار. الطريق اين شباب من فضلكم؟ اوكي هنا الطريق، يلا نكمل. اوكي هكذا. اوه النهاية على ما اظن، النهاية النهاية صحيح باني اير اير اير، قالوا لي اضغط اير. هاي والله اني ضغط على اير، ما اتفقنا على شيك بوينت؟ اوكي اتفقنا على شيك بوينت الحمد لله. ايه يا اللعبة يا شيك بوينت، خلاص اصبح العب الان بكل راحة يا شباب. كنت اعلم بان هذا الطريق صعب، سوف اجرب الطريق اليسار. يلا نجرب ونرى طريق اليسار، هل الصعب في اليسار او اليمين؟ نعم شباب على موضوع مخترعين هكا كثيرين هذه اللعبه جعلها صعيبه من اليسار لكي يؤثر علينا. هاي شنو؟ هاي شنو؟ انا اكره المطاط هذا. الله اكبر وصلت؟ يا وصلت نعم نعم. لا سوف انتقل هنا. اوبا يس ايه اوكي اقفز هنا يس. ايش رايكم شباب لو ختمها في هذا الفيديو؟ اوب امسك هنا يس اوبا يا يا اعود للطريق الايمن يا شباب، ما علينا من الطريق الايسر فكنا منه يا شباب، اكيد بانه صعب وكله لازمني اتبع سنه، سنتي سنه اعرف كيف تطبق السنه اعرف هكذا السنه تطبق، انزل هنا لحظه انزل هنا وبعدها طبق السنه هكذا يعني بشكل مضبوط. اوب يا رب يا رب ايش الطريق اللي ذهبت منه يا شباب؟ اوب امسك وبعدها اثبت عرب بسم الله ببطء. اوبا ايزي ميزي يلا خلاص يلا تجاوزناها، نعتبر هذه المرحله متجاوزه بحول الله. اوب قفزه قويه فقط هكذا. اوكي وبعدها نصعد في هذا الكابل، يلا بسم الله ايزي. وبعدين اين نذهب؟ سام يقول من هذا الاتجاه شباب وليس من هذا الاتجاه. اوكي اين سوف اذهب؟ هنا. اوكي يلا اوب اوكي شباب. اوه هذا مكان ضيق شباب، هذا على ما اظن سوف اسقط هنا الان شباب، حتى ولو عاودوني من الشيك بوينت تعتبر جلطه، لذلك يلزمني ان احرص احرص نفسي. اوب هذا وصلت للمكان هذا شباب يا رب. اوكي صعب هذا المكان شباب، بدات اخاف لاني ابتعد على الشيك بوينت شباب، يا ساتر يا رب. الحمد لله السهم يقول هذا الاتجاه، لذلك نقل من هذا الاتجاه ايزي ميزي. هل وصلنا الى هذا المكان شباب؟ لا اتذكر اني وصلت، نعم سقطت هنا. عودي لي عودي لي يا رب يا هنا يا شباب هنا، هذا هو المكان الذي اسقط فيه دائما ابن الحرام. نعم تجاوزت شباب، يبان لك بانه سهل لك فيه خدعه بصريه. هوب اوكي الان تجاوزت المكان الذي توقفت فيه، ايش بيساعدني هنا يا شباب؟ يا رب يا رب يا رب. اوه اوه هني الجلطه الابديه يا شباب.
هنا الجلطة الأبدية، هنا الجلطة الأبدية. تعالي ابنتي، أطلت كثيرا في الكثير من الفيديوهات وأنا أصبر عليك، فاليوم اقتربت نهايتك. لا 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 تخاف عادي، ها قفزة تقترب قليلا. أوكي يا رب شيك بوينت، يا رب يا رب اين شيك بوينت. يا ساتر فقط، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يا مشيب يا مجيب الدعوات استجيب. وش الشيء الملتوي يا شباب؟ كيف اين اذهب الان؟ يا ساتر اقفز هنا اول شيء. اوكي السهم يقول اذهب من هذا الاتجاه. يا ساتر هذه السياره. اوكي وبعدها اقفز هنا هكذا ايزي، وبعد هكذا يا رب. اوكي وبعد هكذا ياس، هذا هو الطريق شباب. لكن وبعدين هكذا هكذا هكذا، وبعدين نعم نكمل نكمل جري. يلا جري 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 جري. اوكي ستوب هنا ستوب. استطيع الصعود هكذا؟ اوكي استطيع. يس 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 شدي بريد الشباب. نعم هذا الطريق خاطئ على ما اظن، لا يوجد فيه اي مكان لكي اذهب فيه، لذلك على ما اظن شباب يلزمني العوده. هل اقفز من هنا؟ اقفز سهله. يلا 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 فقط، يلا يلا فقط، يلا يلا فقط قلنا. اوكي يا رب. اوكي الحمد لله. يلا يلا مباشره، يلا لا لا ليس مباشره. اوكي الشجر يا شباب التشبث فيها صعب. اوكي لا لا سهل سهل سهل. يلا يلا الرقي، يلا يلا خلاص خلاص، هذه اللعبه والله انها سهله جدا. هكذا اوبا. هذه الصخرات الان انا احس انها نهايه الفيديو ونهايه الكيبورد ونهايه كل شيء. والله يا شباب ما نقدر نتجنبها الصراحه. اوكي هكذا والله انها ما لها نهايه الكيبورد ولا نهايه شيء. اوبا اوكي شباب تجاوزناها، وبعدين انا اذهب وكنت ان ادخل هنا. اذا ذهبت هنا فنهايتي، هذا هو الطريق شباب، لكني لم اراك انا ورائي. الله اكبر. اوكي الحمد لله يا رب. ياس والله احس بالدوبامين شباب. اين ذهب يا ابن الحرام؟ ارجع هنا. اوبا يا شباب. اوكي اوب في سهم، يوجد سهم هنا، يوجد سهم. اوبا هنا هذه المكان، اين تذهب به؟ هكذا يا نايس نايس شباب، تربنا من الوصول الى القمر. اين هذا المكان؟ اين هذا شباب؟ لا تقول لي سوف تزحلق الى الحافه. اين المفر؟ اوكي هذا المفر، لم نسقط شباب الحمد لله. وبعد شنو؟ شيك بوينت اكتيفيتس. اوكي شباب هذه شيك بوينت ايضا. هذه شيك بوينت. اوكي شباب نايس خلاص، انزع الخوف من جديد الرق. بما ان شيك بوينت شباب فانزع الخوف مباشره. سبيد رانر مباشره، سبيد رانر. اوب لا اوبا اوبا، لا 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 اخاف حتى لو سقطت شيك بوينت عادي عادي. شيك بوينت يا رب، عدنا لشيك بوينت شباب. يلا نكمل طريقنا، لكن هكذا يصبح عبث، هكذا اصبح عبث يا الرقى، لا تعبث معنا. اخر محاولة، اخر محاولة، وراح تنهي الفيديو بعدها. اذا لم اتجاوز هذه الاماكن راح انهي الفيديو، وانتم تعلمون نهاية الفيديو ايش فيها. اذا سقطت في هذه المنطقة، اذا سقطت في مكان اخر يعني تقدمت وبعدها سقطت ما راح يكون شيء، لكن اذا توقفت هنا هذا بعد. لا تخافوا ما راح يحدث ولا شيء. ما راح يحدث ولا شيء الان. نهاية الكيبورد واخيرا انتهى، واخيرا